بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حنتكلم عن كائن الهيستوري. كائن الهيستوري وظيفته أنه يتعامل مع الروابط المواقع أو قائمة الروابط الموجودة في الهيستوري أو المحفوظات. فعندي أنا أشياء كثيرة هنا موجودة، لكن اللي يهمني أربع أشياء. عندي اللينكث اللي هو عدد، خلينا نقول alert، عدد الروابط اللي موجودة في الهيستوري. طيب ريفرش يقول لك واحد هنا، يعني المحفوظات أنا ما عندي شيء الآن. المهم الآن عندي هيستوري، خلينا أستفيد من الإكمال التلقائي. دوت شوف باك يعني أرجع للخلف. أنت الآن لما تصفح ما تروح للخلف وللأمام، تقدر تستخدمها برمجيا كذا. باك يعني ارجع للصفحه اللي كنت فيها قبل. نيجي هنا دوت فورورد، روح للامام صفحه، روح للامام صفحه. هذا الشيء الثالث، لينكث فورورد باك. نيجي لمين؟ نيجي لهيستوري، هيستوري دوت جو. جو هذه تروح للامام والخلف حسب ما تحدد لها. اذا قلنا لها واحد مع روح الصفحه الصفحة التالية زي فورورد، لكن بدك تقول له اثنين روح لصفحتين، يعني روح كمان للأمام صفحتين، بالناقص للخلف. لو قلنا ناقص واحد روح للخلف صفحة، ناقص ثلاثة أو ناقص أربعة روح للخلف أربع صفحات. فهذه هي الفكرة. أو ممكن تكتب رابط URL، يعني عنوان موقع هنا في المكان هذا. فهذه هي أهم دوال اللي موجودة في الهيستوري. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.